هؤلاء لا تذكر اسمهم أبدا، وإلا سيلاحقونك، فإذا مررت بأماكنهم ستجدهم بانتظارك، سيتبعونك كظلك حتى تصبح واحدا منهم. في أربعينيات القرن الماضي قرر الصديقان موريس روز ولويس ميلر زيارة مسرح موهوك الواقع في شمال ولاية ماساتشوستس الأمريكية، الذي عرض عليه مسرحية العين الساهرة للممثلين جاي لانغ وريموند روس. كان المسرح يعج بالحضور. حتى تلك اللحظة كان الوضع عاديا، ولكن ما حدث بعد ذلك كان مرعبا حقا. كانت الساعة 3:30 فجرا. في البداية كان المسرح فارغا، وسرعان ما احتشد الحضور وارتفع ستار المسرح وتوقفت الضوضاء فجأة، وقد وقف ممثلان يتأهبان لمبارزة بالسيوف. بدأت المبارزة بينما أمسك الجمهور في الصالة بأنفاسه، ولم تكن تسمع غير قعقعة السلاح. ولاحظ ميلر أن ثمة امرأة في المقصورة تتابع المبارزة بترقب شديد. فجأة قفز الممثل جاي لانغ وغرس سيفه في صدر زميله ريموند روس. صدرت صيحة من المرأة في المقصورة، لكنها كانت صيحة الفرح، ثم راحت تصفق بيديها في حماس كبير، وتصاعدت ضحكات الجمهور السعيد، فيما عدا رجلين جلسا في مقعدين متجاورين من الصف الأول، وهما موريس روز ولويس ميلر، وقد ظهر على وجهيهما مزيج من الاندهاش الشديد وعدم التصديق والخوف. لقد كان هذان الرجلان يعرفان بلا أدنى شك أن كل ما عداهما من الجمهور المحتشد، بما فيهم الممثلين على خشبة المسرح وحتى المرأة في المقصورة، عبارة عن أشباح. نعم، لقد كان مسرح موهوك مهجورا منذ سنوات عديدة، وقد جرت على خشبته جريمة قتل. فقبل ذلك الوقت بخمسين عاما كانت تقدم على خشبة ذلك المسرح مسرحية تدعى العين الساهرة، أسندت بطولتها للممثلين جاي لانغ وريموند روس. وكان معروفا أن روس كانت له قصة غرام مع زوجة لانغ، وقد تضمنت مشاهد المسرحية مبارزة بينهما. وذات مساء قتل روس زميله لانغ بالاتفاق مع زوجة الأخير للتخلص منه. وقد راجت وقتها شائعات تقول إن الزوجة العاشقة قد قدمت رشوة لعامل الملابس حتى ينزع الكرة الصغيرة من سيف روس، وهذه الكرة يتم وضعها لحماية الممثلين أثناء المبارزة. ومنذ ذلك الحين راجت الأقاويل حول وجود الأشباح بالمسرح. هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم، نراكم في قصة جديدة إن شاء الله.